ده انا اعرف ناس تمسك الموبايل كده وتغني هندي. ده انا اعرف ناس جامده جدا على السوشيال ميديا. عرفتها. لا لا عندنا خبرات هنا. انت ليك في السوشيال ميديا؟ انت بتغني هندي؟ بتغني هندي؟ بجد؟ مش عارف مين ده. اكيد مش انا يعني. اكيد مش انا بغني هندي. عملتكم في المهم. اللي شاطره جدا بقى في السوشيال ميديا بس للاسف ما جاتش معانا النهارده نور إيهاب اللي عامله اختي الصغيره ليلى. شطوره. دي بقى على التيك توك والسوشيال ميديا وهي اساسا خريجه كونسرفاتوار اكشلي وبتلعب درامز وبنوته موهوبه جدا جدا وبجد يمكن انا انبسطت قوي ان هي اشتغلت. شطوره وجميله وكمان شاركت في اكتر من مسلسل ناجح. بتغني هندي ازاي يا لقاء؟ انا بتفرج على هندي عادي. اتفرجي حاجه ولا ساري بقى الهندي ورونا لقاء وهي بتغني لفانزاتها بالهندي. ده بجد انا بعرف في المعلومه. اهو يلا شوفوها والله بجد. متاثره جدا. جنم 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 ساتي جلدا يوهي कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही के शाहे पले जो बदन है जो दम मेरे हो के हमेशा ही रहना कम है ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम हो तुम दर्द हो तुम्हें आराम हो मेरी दुआ हो सिया ती बसी सदम मेरी होगी हमेशा ही रहना कम ही ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्हें और तुम्हें शाम हो तुम ती बसी सदम मेरी होगी हमेशा ही रहना कम ही ना कहना अलविदा ان شاء الله الفيلم الجاي مع امتاي. سؤال بقى، هل انت فاهمه امتاي؟ طبعا مش حافظه الفيلم. انت شويه معرفاه بتقولي ايه؟ الكلام ده؟ ايوه بيحبوا بعض الناس، ما كل الهنود بيحبوا بعض. كل الناس بتحب بعض. كل الهنود بيحبوا بعض. بتغني برضه صح؟ كانت بتعمل فوكاليز جوه، كانت بتعمل كلمات صوتيه. ايوه وكمان بتغني. هقول لكم بتعملي ازاي جوه بقى كنت بغني فرنسي مش عارف. بغني فرنسي. نو ريان دو ريان نو جو نو ريغريت ريان ني لو بيان كون ما في ني لو مال تو سا مي بيان ايغال. قدامي حاسس، انا حاسس ان هو بيطلع مثلا الاطلال. ايوه وفاهم كل كده. قال لك قلبي غني انت يا حمزه بقى. يا ابن الله انا ما يا ريت كان نفسي والله. يلا حمزه يلا كل واحد اغنيه كمان. انا ما بعرفش. لا انا بقول لحضرتك انا قلبي على البرنامج على فكره. والله ما بيغنيش حمزه. انت متاكد؟ ايوه عشره عمري. مين اللي قال لك ان هو بيغني؟ وحش قوي صوته. بس انت بتقول بردة البصيري. طب بتقول شغل جامد. ايوه طبعا. طب قول الاواله. قول البردة الأصلية ولا البردة ولا من عن العشاء مثلا؟ يلا اللي أي حاجة. لا بمناسبة عن العشاء ده والسوشيال ميديا ونفس الموضوع، يعني أنا شايف إنه الموبايل ده أصلا أنا ما بقتش أحبه خالص الحقيقة، يعني هو مهم جدا في حياتنا بس ما أعرفش، يعني خلانا يعني شبه مسوخ كده، اللي هو الحاجات كلها ايموشنز والكلام الكتير ده. يعني زمان مثلا قصص الحب كانوا بيبعتوا لبعض الجوابات، صح، كان كل كلمة وكل حرف بيتكتب بالإحساس، فكان ليه وقع تاني سواء في الكتابة أو في القراية تلقي. بالظبط. إنما دلوقتي الحاجات بقت سهلة جدا جدا. تعرف كل حاجة عن الإنسان أول ما تفتح البيج بتاعته. ده ما بتتعرفش على الواحد شوية شوية. ويا ريتك بتعرف الحقيقة. ويا ريتك بتعرف الحقيقة بالظبط.
فبس فانت بالنسبه لك الموبايل ده مش الطف حاجه في الدنيا خالص، مؤلم جدا بالنسبه لي، ولازم ابقى موجود ولازم على الفيس تشوفي، لان احنا خلاص بقينا نتابع يعني لو حصلت مثلا عند حد لا قدر الله حاله وفاه ولا حاجه فمش هنعرف غير من الفيس، لان انا اكيد انت عرفت ما انا كتبت، فانا ممكن اكون لو عديت نص يوم ما عملتش كده مش هشوف. فما دخل لنا كمان ما نسالش على بعض، هو يعني في مقوله كده حبيتها جدا عن الفيسبوك ان هو بيقرب البعيد وبيبعد القريب، وما بنتكلمش ما بنتكلمش مع بعض، هو خلانا ما نتكلمش مع بعض، ما بيتكلموش يعني عشان هم طول الوقت كده، فبقى حتى صاحب ما بنقراش مكتوبين، هو كل واحد بيبقى في اوضه وبيتكلموا على التكست، حتى وهم خارجين مع اصحابه ما بيتكلموش، بيبعتوا لبعض واتساب وهم قاعدين في نفس المكان. which is weird يعني. كنت بتقول ايه، البورده ولا عن العشاء؟ عن العشاء كان ده كان حاجه من طوق الحمامه لابن حزم الاندلسي. ايوه فكان مثلا بيقول للحب علامات، اولها ادامه النظر بين الحبيبين، والانصات لحديثه اذا حدث، تصديقه وان كذب، موافقته وان ظلم، الشهاده له وان جار مثلا. انت بقى شايف